السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا فيديو جديد، كنتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه على واحد القناة، وكنطلب منكم أنكم ما تنسوناش في اللايك وفي التعليقات، واللي ما مشتركش يشترك معنا. وكنتمنى أن تعرفوا أن هذا القناة ديالي كتعالج، مشي كتعالج، وإنما كتطرق لبعض القنوات اللي كيطلعوا بالتفاهات، وبعض القنوات اللي طلعوا فيهم ناس تبنوهم يعني منابر كبيرة ديال الإعلام، وخلوهم يطلعوا على الساحة، وبمعنى أصح أنهم يفضحوا المغرب. أنا غادي نبدأ معكم. كنا واحد النهار كنتفرجوا، كنقلبوا في اليوتيوب من قناة القناة القناة، حتى طحنا على واحد القناة اللي مرة كانت السيدة فيها كتكلم على خصوصيتها وعلى حياتها الشخصية، انها متزوجة مع فلان وطلقت على فلان. وانتم كتعرفوا هاد الناس اللي كيكونوا جريئين، كتكون عندهم قصص كبيرة وبعيدة على الخيال، انك تسمع هاد الناس وطالعين بوجه مكشوف وكيعودوا على اسرارهم، اللي هي طبعا كتكون اسرار كيفتخروا انها طلع، لكن هما عندهم بالاصح ان عندهم اسرار مختفية، كيف كاع الناس كتكون عندهم اسرار خاصة بهم متخبية، ما كيبغيوش الناس يعرفوها. لكن هاد السيدة هادي كانت كتقول لنا بان مثلا متزوجة ومطلقة وعاود زوجات، وواحدة مليونير، واحدة رجل اعمال، واحدة رجل معروف. المهم كاين بعض الناس اللي تيقوا هذا الموضوع هذا، وهذا ما نقدروش اليوم نجيو للقناة ديالي ونقولوا سمعنا او لا مثلا جينا نحللوا، وانما هذا الواقع اللي كان كيبان لينا في هذه السيده هذه، واللي كانت هي كتخرج ما كيحكيوش على الناس، ولكن كتخرج هي كتطلع وكتهضر وكتقول انا عندي بنت وانا هذا وانا هذا. وحنا ما جيناش دابا باش نفضحوا الاسرار، وانما جينا باش نفضحوا واحد القناة اللي تبنت هذه السيده. كانت وقعت واحد الضجة ديال في المغرب وفي العالم العربي وحتى العالم اللي هو مش عربي، اللي خرج فيه واحد الحساب اللي هو سميتو حمزة مون بيبي. وكنظن ان بزاف الناس تفاجؤوا ملي خرجت هاد السيدة وقالت ان هي يعني حتى هي مضرة من هاد الحساب، وفضحوها وقالوا داروا وقالوا بالله راه قالت وبانها راه دخلوها في شي مواضيع، وبقى فيها الحال. وتفاجئنا مع موضوع ديال الكورونا، الناس كلها دخلات وصدقت هذه السيده حتى هي في المغرب بعد ما كانت في تايلاند. المهم انا ما جيتش نشرح بزاف ديال الحوايج، وانما جيت نشرح واحد الموضوع، وجيت نعطي واحد النبذه ديال شي حوايج دازو ربما الناس كلهم عارفين، وكاين بعض الناس اللي باقي ما عارفينش هذا الموضوع هذا، او ما سمعوش، او ما كانوش مهتمين به. انا ما كنتش من الناس اللي ممكن نتبعها، ولكن كنت كل ما كنقلب في اليوتيوب بحالي بحال كاع الناس كنخرج في اللايف اللي كدير، كان واحد اللايف جريء فيه السبان وفيه الشتيم وفيه هذا، ولكن كنا تنقولوا ان السيده بعد ما كانت كتقول انها هي واصله ومتزوجة وهذا، انا كتخرج عندها حريه التعبير، تعبر كيف ما بغات، وحل قناه تشوف المحتوى ديالها هو هذاك. المهم حتى صدقت السيده في المغرب وقالوا حقه ما حقه، السيده دخلت المغرب جات على حساب انها استدعتها الفرقه الوطنيه، وبدات كتشرح لنا ان كاينين بعض المواضيع اللي ما يمكنهمش يخرجوا، ولكن هي عندها هي. طبعا استضفت بعد شي اسبوعين، قبل شي اسبوعين استضفت جوج ديال الناس اللي كانت هي اصلا خرجت الحكم ديالهم، وما فهمناش احنا كمشاهدين وشفنا هذاك. طبعا انا غير مريت على ديك القناه، بعدين شرني الفضول باش نشوف، لان ماشي حلقه ماشي جوج ماشي ثلاثه، مرت
كتفضح بعض الناس من غير هاد الناس اللي هي فضحتهم وقالت بان خرج لهم الحكم كذا كذا. وهذاك النهار اللي صدفتهم كتمجد فيهم وكتقول لهم انا معاكم وانا قلبا وقالبا، شي كلام يعني كانها هي ما كانش الجلاد ديالهم، انها كانت كتقول انهم هما اللي من الحساب. بعد منها طلعت واحد السيده اللي خرجت بوجه مكشوف، ماشي وحده ماشي جوج، اللي كيهضروا على اسرارهم اللي دازت وفضحوا راسهم. مع العلم ان احنا كمغاربه الحمد لله ولله الحمد طالع عندنا صيت على العالم اننا ناس ما مزيانينش، فاسدات بالاخص العيالات وسحرات وخطافين الرجاله، وهذا الشيء راه كيتقال ومعروفين به المغاربه، مع العلم اننا احنا طالع علينا هذا الصيت وما فيناش. ما نقدروش نقولوا كاينين دول عربيه اللي معروفه بهذا الشيء، لان هاد المهن هذه ديال الدعاره كانت مهن في زمان زمان الزمان، كانت مهن، وكانوا الناس اللي معترفين بهذا الشيء من الناس اللي حاكمين مثلا القبائل وحاكمين المناطق ديال الدول ديالهم، كان فيهم هذا الشيء. وما مع العلم ان ما خارجينش هاد الناس كيتفضحوا، ما كيقولوش بان هاد البلاد، ما كيقدروش الناس يقولوا ان هذيك البلاد دايره وفعلها وصنعها، ماشي بلاد ماشي جوج. وقلت لك قلت لكم هاد الشيء كان ماشي عيب، مثلا كان هاد الشيء كيدار مرات بالعلن ومرات كيدار في القصاري ومرات كان كيدار بالتخبيه. مع العلم ان المغرب خارج عليه هاد الصيت وما عندناش حناش، ماشي حنا نقولوا ما عندناش، ولكن ماشي بهاد بديك الفضيحه اللي خارجين كيعاودوا عليها. دابا اللي زاد اكد هذا الشيء هو هذا البرنامج اللي خرج، وكاينين برامج اخرى وكاينين قنوات اخرين اللي كيمنعوا هذا الشيء، كيقولوا ممنوعين، لكن ضامنوا مع هذه السيده وخرجوا على اساس ان هذا الكلام هذا راه في الواقع كاين وبصوت وصوره، وهذا الشيء راه الناس اللي كيمارسوه واللي مر عليهم بظروف مروا بها وكانوا ناس منتظمين وخرجوا لهذا الشيء. هذا الشيء زاد كيثبت هذا الشيء وكيعطي الحق لاي واحد يتفرج فيه ويثبت علينا كاننا احنا مغاربه اللي كيتقال علينا صح. وهذا الشيء ما كيبغيه حتى شي مغربي او مغربيه لكن خارج الوطن يسمعوا على نفسه، ولو يكون شنو مكان كتكون واحد الروح المواطنة، لأن الإنسان كيرفض أنه يكون منحط في عينينا، وكيرفض أن البلاد ديالو تنعت ليه بشي حاجة، وكيرفض أنه الناس تقول هذا فلان داير وداير وداير، ولكن على لسان حد تاني من البلاد ومن داخل الوطن. كيفاش الأخت الفاضلة كنتي برات البلاد بعدين دخلتي كتحاربي في واحد الحساب اللي قلتي انتي بنفسك اللي وضحتي فيه بزاف ديال الامور، خرجتي بها انتي وضحتيها، خلات الناس كرهوا هذاك الحساب. ولما كنقولوا ان زدتي حليتي عينيهم وفضحتي داك الحساب وفضحتي بزاف ديال الناس اللي حنا كنا كنشوفوا هذاك الحساب كيقول غير شي حاجه بسيطه، مثلا شي حاجه بسيطه وكيتحكموا فيها بعض الناس. انت جيتي شتمتي وجيتي تثبتي وعطيتي البرهان وعطيتي الدليل على ان داك الحساب فيه ماليه، ومن ضمنهم هذوك الناس اللي جيتي استضفتيهم، ومن ضمنهم ناس اخرين باقي ما جاوش عندك. ما عرفتش واش هذوك الناس ملي كانوا في الحبس ما كانوش عارفين كانك انت فضحتيهم، ولا كنتي من ضمن هاد الناس اللي بعد ما طلع هذاك الظهير وقال هذا الحساب فيه بزاف ديال القضايا. هو اسم حساب كأنه عنوان كتاب، لكن ملي كتدخل كتلقى اجزاء. هذا الشيء ما كنتيش كتقوليه انتيا، اللي اتضح لنا في الحوار بينك وبين انك اكتشفتيه في نفس الوقت اللي كنت يشرح لك كيفاش هاد السيد هاد الناس بجوج جاو كيعاودوا
على القضية ديالهم معك انتي، مع العلم انك انتي كنتي الجلاد ديالهم. واش ما كانوش كيعرفوك او ما سمعوكش انك انتي كنتي ضدهم، وان انتي اللي عطيتي التفسير الواضح ديال القضية كاملة اللي شرحوا انهم ما اجزاء، انك انتي جزئتيها في جزء واحد. ثانيا، كيفاش تخرج المرأة وتقول انا حملت مع فلان وفلان وفلان، وكتعطي التوضيح ديال الشوهة ديال نفسها، ماشي ديال البلاد، ديال نفسها. راه كاينين ناس خارجين البلاد عيالات، وكنعطيهم السلام الكبير انهم خارجين البلاد وكيخدموا بلدان اخرين عربية واجنبية، وانتم ما غاديش يخفي عليكم هذا الشيء، وكتسمعوه في الاعلان ديال الدول الاخرى، انه كاينين مغربيات وزيرات، مديرات شركه، قاضيات، تيمتهنوا بعض الاساتذه، طبيبات، بزاف بزاف ديال المهن اللي نقدر دابا انا ملي كنهضر نسيتها باش نشخصها لكم. والناس كيعطيهم واحد الاحترام، واحد المكانه اللي كيحطهم فيها الناس، واللي هما من هذيك البلاد كيقولوا ان هادو مغربيات مغربيات، وكيفتخروا انهم هما مغربيات، والمغاربه كيفتخروا بهم. اللي كنشوفوا دابا انه لو كيطلعوا لينا شي فردات كيجيبوهم وكيطلعوهم، غير هاد العيالات اللي دازوا مع هاد السيده، هادو ضار عليهم الزمان، او مثلا ما لعبش معاهم الحظ في هاد الوقت هادي، او وقت اخرى كانت قبل وصار ليهم اللي صار. يعني الواحد يسر نفسه وما يطلعش انه يفضح راسه، شنو هو الفائده اللي غادي يستافدوا هاد الناس اللي طلعتيهم فضحتيهم؟ هاد الناس راه ما غاديش يستافدوا قد اللي غادي تستافدي انتي، لان عندك كثره المشاهده، وانتي كتعرفي انتي الناس اللي متبنينك انهم عارفين ان بعض الناس في المغرب انهم فضوليين، كيبغيو يعرفوا بعض الاسرار ديال الناس. هاد الشيء حنا كنعرفوه كمغاربه، ان الفضول هو اللي قتلنا، اللي كنطلعوا بعض التفاهات. كيفاش اللي طلعتي هاد الناس كيهضروا على الماضي الخبيث، وان القناه ديالك انت اللي متبنيها قناه اخرى اللي هي اعلاميه، عندها مشاهدات كبيره وصلت ل 6 ديال المليون، وهاد 6 ديال المليون ما كايناش غير في المغرب، راه كاينه برات المغرب. كيفاش الناس اللي مسؤولين ساكتين على هاد الشيء؟ كيفاش اللي كيجريو باش ينجحوا هاد البرنامج كبرنامج؟ فين قريتي انتيا مهنة الصحافة؟ فين الماضي ديالك انتيا اللي كتدخلي مرة كتقولي انا حاسة بكم، انكم انتوما كتقولوا هاد الشي صاير لكم، وكيخرجوا الناس وكيقولوا لكم انه عليكم شي حويج، ولكن هما ما فيكمش، لان انا حاسة بكم، انا مريت بهاد الشي. اصلا انتي خصك تخبي راسك ما تطلعيش، لان عندك مليون الف وجه طلعتي به ضد الناس، ولكن حنايا اكتشفناك اليوم انك انت طلعتي ضد المغرب. انت ما خصكش ديري انا ماشي شغلي فيك، وانما انا كحرقه على البرنامج اللي طالع دابا، وهذا البرنامج اللي ما جاو شي حاربوه بعض القنوات ويهضروا فيه، راه غادي يوليو برامج اخرى، غادي يوليو الناس اخرين عندهم قنوات، غيطلعوا ناس اخرين غير في الزنقه، ويقولوا لهم اجيو تكذبوا، ويقولوا يكفينا ان احنا هاد القناه ديال الاعلاميه اللي كتطلع بعض المشاكل اللي كتبناها قديمه، وكدير على اساس طلعت جديده، يعني بنت الامس ولا بنت اليوم. ملي كتجي تتبعي الموضوع كتلقاي هادشي قديم، ولكن كيتناقش حاضرا.
والناس كتفرج وكتدخل فضول، والقنوات يناقشوا هذه المواضيع، هذه هذا ذبحوه، هذا قتلوه، هذا اغتصب اخته، هذا تزوج باخته، هذا جد اغتصب بنت خوه، وعطاو الناس الحق انهم يخرجوا ويحكوا. فهاد الشيء اللي كنا كنقولوا هاد الشيء حشومه، راه ماشي هادي ثقافه ديال الانسان انه خصو يتقفها وينوض يخرج يقولها. لا، راه كاينين حوايج اخرين كيهضروا فيهم الناس اللي هما كيخليوا الحياه يكون فيها. راه بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نطرقوا ليها ونناقشوها ونربي ولادنا عليها، ولكن خصنا ندخلوا فيها الحياه. كيخصنا امتى نقولوها وامتى نسكتوا عليها، ماشي نوضو نشرح حوايجنا ونوضو نهضروا ولا داز مع جنبهم شي واحد وسخهم نقول لهم وسختوا لينا دوك الحوايج، مع العلم ان حنا اللي نشرناهم في الزنقه. راه خص هاد الشيء يوقف، ماشي انا اللي غنوقفو. انا كنهضر، واللي سمعني بارطاجي هاد الشيء ويبارطاجي ويدير لايك ويعطي تعليق ويهضر على هذا الموضوع باش يوصل لبعض القنوات. انا ما بغيتش يوصل للناس اللي هما واصلين، وانما القنوات الى وصلهم لبعضياتهم غادي يديروا سينيال لهذيك القناه باش تنزل شويه، وما نحتاجوش كاع نسينياليوها، خاصها توقف وتدخل. بغيتي ديري برنامج، ديري برنامج ديال شي حاجه اللي ممكن تطلع، ديري برنامج مسابقات الطبخ، ديري مسابقات ديال الرياضه، ديري مسابقات ديال الاطفال. وانما باش تنوضي ديري هاد البرنامج هذا وكتصطادي فيه ناس لا حول ولا قوه لهم، الا واحد النهار غادي يخرجوا يقولوا لك المتفق عليها بينك وبينهم، وانت كتعرفي هاد الشيء انه صاير مع بعض الناس اللي كيخرجوا وما كيخلصوهمش على حسب اللي كيقولوا ليهم، وكينوضوا كيهضروا كيفضحوا المستور. وكاينين بعض الناس اللي كيجيو ساذجين وكيستغلوا وكينوضوا يبداو يحكيوا، وكتقولوا ليهم لا غادي تحكيوا وتزيدوا باش تعاطفوا معكم الناس، ربما تجيكم شي معاونه ولا تجيكم شي اهانه ولا. ولكن الانسان اللي كيشكي للناس راه ما كيستافد منهم والو الا الشهوة، ولكن الا شكيتي لربي اللي خلقك راه كيعفو عليك وكيعطيك وكيغنيك غير من عنده. ربما كتقول انا ما عطانيش الله دابا، ولكن من بعد كيغنيك لانك سترتي راسك. والله طلبنا بالستره. كنتمناو لهاد السيده هادي تراجع نفسها، لان كاينين بعض الناس اللي كيحبوها، انا ما تنكرهاش، وانما هاد البرنامج راه ما لايق ليك، ما لايق لبنتك، ما لايق لحتى شي حاجه، لانه باقي الناس ما ردوش البال لهاد الشيء. وانما نهار غادي يردوا البال لهاد الشيء اللي تديري فيه، غادي يرجعوا لك الماضي ديالك، وغادي يخرجوا داك الشيء اللي عمرك انت قلتي ما خرج، مع انه خرج وخرجوا فيه صديقات ديالك اللي تكلموا على هاد الشيء. ربما سكتوا واحد شويه، وانما غادي ينوضوا وغادي يهضروا، غادي ينوضوا وغادي يهضروا. كنتمنى الا كنتي كتبغي الوطن ديالك وكتبغي الشعب وكتحبيه وكتقولي انك انتيا جايه تخرجي لهم واحد البرنامج انه يعالج بعض المواضيع. بالعكس، هاد الوقت هذا البرامج اللي كتطلع تافه هي اللي كتاثر في الناس، وكيبغيو الناس يديروا بحالها. هاد البرامج اللي كتخرج اللي ما تدرسش وكتخرج هكاك غير هكاك عفويه، راها هي اللي كتخرب الوقت وخربت الوقت. شوفي غير الى اليوم واحد ضرب مو لاخر غدا كيضرب مو، الى اليوم واحد قتل جارهم لاخر غدا كيصبح قتل جارهم، وكتبقى السلسله على شهر شهرين. كنطلبوا من الله انك تراجعي نفسك. وهاد القناه الاعلاميه اللي هي مليونيه تشوف لك برنامج اخر، حنا ماشي ضدك، سواء كنتي اعلاميه قريتي ولا ما قريتيش، او كنتي عارفه القانون او قاريه او دكتوره او وتطرقتي لهذا البرنامج وبغاو يتبنوك فيه، وانما خصك تدرسيه وتعرفيه. راه كاينين بعض الصحفيين اللي كيجيهم برامج ولا كيجيهم موضوع ما كيرفضوه لانه كيسيئوا لنفسهم، كيرفضوه لانه كيسيئوا لنفسهم كبرنامج تافه. راه كاينه اغنيه اللي كيعطيها الكاتب الاغنيه، كيعطيها الفنان كيقول ليه غنيها، كيقول ليه لا علاش، يقول لي ما عنديش الطبقات الصوتيه ديالها، ما نقدرش، غير هي زوينه ما تجيش معايا.
ما نقدرش ناخدها وما تنجحش، عطيها لفلان ممكن تجي معاه. راه ما يمكنش واحد الانسان بغى يكتب كتاب وما كيعرفش كيفاش يكتبه، لا في البدايه ديالو ولا في النهايه ديالو، ما كيعرفش كيفاش كيمشي عند كاتب وتيقول ليه انا نعاود لك قصتي وانت كتبها. راه ما يمكنش شي واحد يدير شي حاجه وهو اصلا ما عارفش كيفاش يبداها وعارفه انه غادي ما غاديش تنجح ليه، وغادي يكون هو كانه انسان تافه كيضحكوا عليه الناس. نفس هذا البرنامج اللي خرجتي فيه راه ما نافعش الناس. الا كنتي انتي كتبغي بنتك، سواء هاد البنت عندها 20 ولا عندها 30 ولا عندها 24 ولا عندها 16، راه ما غاديش ترضى انك انتي تجلسي في هذا البرنامج اللي كتجيبي فيه الناس اللي ما عندهم حتى شي فائده وما كيفيدوا حتى شي حاجه وما كاين والو. كاينين الناس ما خدامينش. عالجي موضوع. شوفي إيه، انا كنقترح الا خرجتي انتيا ومشيتي للشركات وطلبتي منهم كل واحد منهم يخدم 4 ولا 5 ديال الناس وعلى شحال من شركات، ودرتي على الشباب اللي واقفين في الزنقه وخدمتيهم وقلتي للناس هانش كندير، غادي تنجح لك القضيه ديال البرنامج ديالك. اجي نتساعدوا، اجي نتوظفوا، اجي عطى الله ما تقولي، وانما تجلسي وتهزي كتافك بكثرة الفلسفة اللي فيك وتبقي تطرقي المواضيع اللي هي الناس كيستحيوا انهم يطلعوها وكتخرجنا احنا كمغاربة بحلة، كنصحوا علينا الكلام اللي كيتقال علينا سحارين وفاسدات وخطفات الرجال، وهذا الشيء ماشي ما كاينش، ولكن كاين في بزاف ديال الدول، ولكن ماشي غير محطوط علينا حنايا. راه ماشي غير اللي هي خايبه كدار في المغرب، راه حنا بزاف الحوايج كنديروها زوينين وما كايناش. راه بزاف ديال المدن عندنا في المغرب وما خارجاش، بحيث ان كاينين بعض الدول المدن ديالهم ما فيها حتى حاجه، ما فيها حتى حاجه، وكيمدحوا لك في البلاد ديالهم وكيخليوا الناس اللي جالسين معاهم يتشهاو ويمشيو يزوروها، مع العلم ان حنا بلدنا زوينه وفيها ميتشاف، ولكن ما كاينش اللي كيدور فيها. عندنا بزاف ديال اصحاب القنوات اللي خارجين كيتساروا برا وما كيتساروش في البلاد عندنا. علاش؟ لان احنا ما عندناش هذيك الثقافه ديال اجي هضر على دارك، هضرها على الجيران. عندنا ثقافه ديال الفضول والتبرقيك، وهذا هو اللي كاين. كنتمنى تبارطاجيو هذا وتهضروا القنوات، تهضروا على هذا الموضوع هذا وتبارطاجيو باش يدخلوا الناس يشوفوا ويحلوا هذا الموضوع هذا، لعل وعسى هذه الاخت الكريمه الفاضله تراجع على هذا البرنامج، وهذه القناه اللي هي اعلاميه حتى هي تراجع على هذا البرنامج، باش نزيدوا لقدام نعاونوا في راسنا. الا كانوا الناس الحكومه ما خدامينش مزيان، على الاقل حنا نخدموا بعضياتنا، ما نخليوش الماء يجي يهزنا وحنا جالسين فوق التبن. نتمناو كلنا نديرو يد وحده باش نحاربوا هالنوع من الاشياء اللي هي تافهه، وما نخليوهاش نسكتوا عليها حتى دير القرون ودير العروق وتفرى وما نقدروش كيفاش نحبسوها ولا نقدروش كيفاش ما نديروش بحال امي نعيمه. راه امي نعيمه بزاف، كل وحده وكيفاش خارجه، كل وحده وكيفاش خارجه. راه ماشي كل واحد نطق لينا بجمله مفيده نقولوا هذا راه مثقف، لا، خصنا غير الناس تكون واعيه وتكون الناس فاهمه والناس متحضره وتخرج لنا بشي حاجه بسيطه اللي تنفعنا كاملين، راه يكفينا نعالجو غير بعضياتنا. راه ما خصناش واحد الثقافه باش نفكو بها بلاد، راه عندها اللي مكلف بها، ولكن حنا خصنا نحاربوا هادشي اللي هو كينتشر منا، راه هو اللي كيهرس البلاد. تنتمنىكم تفهموني مزيان، وإلا ما عجبكمش كلامي قولوا راه ما عجبكمش، وشكرا جزيلا على الإصغاء، وتبارك الله عليكم. شكرا خوتي العزاز.